أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم. طبعا اليوم غنتحدثوا على المقابلة الودية اللي جرها المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الإيفواري. أول شيء يعني وهذا غير من باب البسط، نتمنى أنه الجمهور المغربي ما ياخذش أي تصريح ديال وليد الركراكي قبل المقابلة واللي قال فيه الفريق الوطني المغربي غير مرشح ويربطوه بالمستوى ديال المقابلة، علاش؟ لأنه أنا متأكد بأن المستوى ديال الفريق الوطني المغربي أفضل بكثير من الشيء اللي شاهدنا، هذا غير من باب البسط كما تنقولوا. بالنسبة للمقابلة، المقابلة بعد نوبة تنتحدثوا على لعاب تيكون ناقص أو وسط الميدان ما كان شيء أو الدفاع أو الخط الأمامي، ولكن لما تيكون الفريق كله ما تمشاش الحاجة الأولى اللي خصك تسنى هي شنو رد الفعل ديال المدرب. طبعا كاين الجانب ديال الرطوبة والحرارة وهاد الاعتبارات ما حاضرين ليهاش ما عارفينها شيء، ولكن باش الفريق كله ما يكونش فيه داك الانسجام، اللعابة الأغلبية ديالهم ما كانوا شيء في المستوى ديالهم، التمريرات الخاطئة، لا على مستوى الدفاع، تموضوعات ديال اللاعبين ما كانتش هي هذيك. على كل حال هذه مقابله اللي مزيان تجي في هذا الوقت باش الواحد يعرف راسو بانه راه بزاف ديال الامور اللي خصها تصلح، الاسلوب ديال اللاعب واش خصو يتغير ولا ما خصوش يتغير. طيب نرجع للمقابله، هذه المقابله هذه الا بغينا نقولوا واش شي واحد تميز في اللاعبين، غير صعب عليك تاخذ شي لعاب، غيبقى امامك اكرد لانه حيد جوج ديال الاهداف للفريق الايفواري، هذا هو اللي غادي يبان. ما حتى اكر على مستوى ديال صناعه اللاعب والصعود والتمريرات ما كان شيء، لانه خلينا المبادره المنتخب الايفواري واش هذه الطريقه ديال وليد بغى يحافظ عليها باش لعبنا في كاس العالم غنلعبوها حتى مع المنتخبات اللي في المستوى ديالنا او حتى اللي اقل مستوى ديالنا، هذا هو اللي غيتبين من خلال المباريات القادمه. طيب هاد الشوط الاول يعني لقينا بانه الفريق الوطني المغربي ملي تيقبض الكره تيكون التمريرات ما بين اللاعبين ديال 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 المدافعين، يعني داك المبادره باش تاخذ الكره في الوسط والدخول وتسلمها للاعبين ديال الخط الامامي تقريبا كانت شبه منعدمه، محاولات قليله بحيث انه ما تنذكرش شي كره قبضناها ودخلنا بها داخل منطقه الجزاء. اللاعبين حارث وامين عدلي شاهدناهم في النصف الميدان ديال الفريق الوطني اكثر من نصف الميدان ديال 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 الكوت ديفوار. امين عدلي لاعب متحرك عنده مهارات، حارس كذلك، ولكن صعيب انه مثل هاد اللاعبين ما تعطيش الكره في رجلو، هادو لاعبين تيبغيو الكره ويهاجموا بها، ما تيبغيش تعطيه الكره في العمق، تعطيه الكره في العمق وتقول له ترجع تدافع مع الجو حار، صعيب عليه انه لما تعطيه واحد وقت الكره ما عنده ما يدير به، انه الانسان تبقى يطلع ويهبط ويطلع هبط ويدافع، لانه الطريقه باش يدافعوا اصعب من الطريقه باش يهاجموا. اذا هذا بالنسبه للشوط الاول اللي كان فيه فريق الايفواري كان بامكانه يسجل، لانه جوج ديال الفرص خلاص هذوك يعني غير اكد هو اللي نقد الموقف. الكره الوحيده اللي هددنا بها المرمى هي الضربه الراسيه الكره ديال سايس، اعتقد ديال سايس اللي مشات فوق المرمى وضربه خطا ديال الحكيمي اللي رجعها للحارس. من غير داك الشيء او من غير هذا الشيء هذا ما تنظنش بانه كانت شي حاجه كثيره في هذا الشوط، بحيث انه اللاعبين ما كاينش شي لاعب ديال الفريق الوطني المغربي في هذه المقابله هذه اللي ظهر بالمستوى يعني حتى قريب من المستوى ديالو، ما كان هناك سوء ديال التفاهم حتى في التمريرات. لاحظنا بانه حتى حكيمي واوناحي واحد الوقت جاء اوناحي للجهه اليمنى باش يديك العمليه الثنائيه بيناتهم والتسريبات للجهه اليمنى، حكيمي مشى عطاه الكره مورا، كان شي حاجه اخرى في هذه المقابله اللي خلات اللاعبين ما يظهروش هاي بداك الحماس بداك الرغبه. الهدف اللي تجعلنا هذا في الوقت اللي حنا واحد الوقت بدينا تنهاجموا ومشينا لضربات الزاويه حمله مضاده، الشيء اللي حنا كنا تنديروا دار الفريق الوطني وتجينا الهدف في الدقه بالضبط الدقه 48 في الثواني الاخيره من الدقيقه الثالثه في الوقت بدل الضائع. 1-0 1-0 كيف ما كان الحال لما تتكون في مثل المقابلات تتبغي تقول ما كاين حتى مشكل، يعني تسجلنا هدف وبغينا نردوا هذا الهدف عامل ايجابي باش نشوفوا رد الفعل ديال الفريق الوطني لما يكون خاسر. مع بدايه الشوط الثاني لقينا اكثر من هذا، لقينا الفريق ديال الكوت ديفوار هو اللي شد المقابله. ما عرف يعني لانه العرض اللي قدمه الفريق الوطني المغربي تقريبا يتشابه طيله اطوار المقابله، حتى جات تغييرات واحد بعض المحاولات اللي جبت الهدف ديال التعادل. اذا احنا اليوم
فهاد المقابله ما كاين عندنا مشكل ديال اللاعب، كاين عندنا مشكل ديال اسلوب اللاعب. واش الطريقه باش لعبنا غتخلي وليد الركراكي يفكر يقول اش هاد الاسلوب خصني نستمر فيه تاع المستوى الافريقي الى نجحنا فيه على المستوى كاس العالم المنتخبات الاوروبيه؟ واش ممكن ينفع ايضا حتى على المستوى الافريقي؟ هذا هو التساؤل، لانه اليوم كان عندنا مشكل ديال اسلوب لاعب. كاين اللي غايقول لك بانه راه حنا حافظنا على نفس التركيبه وبغينا نلعبوا نفس اللعب، ولكن ما كانش هناك انسجام ما بين اللاعبين. واش العامل ديال الطقس؟ المباريات راه مباراه ديال الكونغو لعبوا على 3 ديال العشيه، 3 ديال العشيه راه هي 35 ديال الحراره ولا 36 في يناير، وبالتالي فالعامل ديال الجو ما خصناش نديروا له يعني نعطيه اكثر من اللي يستحق. الا بغينا نجيبوا كاس افريقيا خصنا نلعبوا في اي جو، في الجو كيف ما بغي يكون هذا الجو. اللي خاص دابا خاص انه نردوا هذا التعادل ايجابي. كيفاش نردوا التعادل ايجابي؟ غنقولوا ما كاين حتى شي مشكل، الفريق الوطني المغربي ما اداش مقابله مزيانه امام فريق الكوت ديفوار اللي هو مزيان، ومع ذلك تمكن يتعادل. إذن هذا نعتبره شيء إيجابي، أنه بمستوى متواضع استطعنا أننا نتعادلوا مع منتخب الكوت ديفوار، بمعنى أنه لو أنه كنا في الحالة ديالنا الطبيعية وكنا مزيانين وكنا في حالة يعني اللاعبين في الكامل الإمكانيات ديالهم ممكن ننتصروا. إذن هذه الأمور التي يمكن الإنسان يوظفها لصالحه. علاش نقول هذا الكلام؟ هذا فريق وطني، والفريق الوطني من حقنا أننا ندعموه، من حقنا اننا نلاحظه، ولكن الملاحظات اللي تبني علاش؟ لانه لما غتوصل كاس افريقيا خاص اللاعبين يلقاو دائما داك السند وداك الدعم. صحيح انه الجمهور ما يكونش مقتنع بالعرض، ولكني الحمد لله على داك النتيجه ديال التعادل اللي غتخلي داك الاطمئنان لا للاعبين ولا للستاف ولا حتى للجمهور، لانه الخساره عندها الوقع ديالها. أنا أكيد عندها الوقع ديالها، ما يسمى شي واحد ولو مقابلة ودية الخسارة بهذه الطريقة هذه. إذن أنا حاولت ما أمكن نخلي الأمور إيجابية على أساس أنه إذا كان الفريق كله ما دارش تتقول ما كاين حتى شي مشكل، كاين شي حاجة اللي الأسلوب ما كانش مزيان أو الطريقة باش لعب الفريق الخصم أنه حدات من الإمكانيات ديال اللاعبين ديالنا. اللاعبين الإيفواريين اليوم تنعرفوهم تيلعبوا عندهم كرة جميلة، ولكن اليوم كانوا يعني التدخلات ديالهم كانت شوية قاصحة، علما بأنه كاين فرق من ناحية الإمكانيات البدنية. شوف كيسي مع أوناحي لا مجال للمقارنة، يعني اللاعبين الإيفواريين عندهم إمكانيات بدنية وكيخسروا ولا هادشي هذا، يعني غادي نلقاهم في نيجيريا، غادي نلقاهم في غانا، غادي نلقاهم في الكاميرون، مثل هاد اللاعبين غادي نلقاهم. إذا خليني نقول بأنه إلا كان شي مقابل للمدرب غايقول خرج بها بنتائج إيجابية راه هي هاد المقابلة هادي. ومن حسن الحظ ديالنا جميع أنه ما خسرناش المقابلة، لأن الخسارة تؤثر حتى ولو مقابله وديه. يعني دابا حنايا متعادلين، واكيد بانه غيكون المدرب سجل مجموعه من السلبيات، والسلبيات غيحسبها على اللاعبين او السلبيات يحسبها على راسه. واش يقول بانه انا كان عليا انني نلعب مثلا بطريقه مغايره للطريقه باش لعبت، لانه حنا شفنا نفس الطريقه تنرجعوا للوسط يعني نديروا الضغط على حامل الكره، ولكن لما تناخذوا الكره ما كانتش عندنا ذاك النجاعه اللي كانت عندنا في كاس العالم. لما تناخذوا الكره ما تنطلقوهاش، لا دابا تناخذوا الكره ما تنخلقوش بها الفرص ديال التسجيل. اذا القيمه ديال الفريق الوطني اليوم غتبان من عدد الكرات اللي خدينا وهددنا بهم المرمى ديال الفريق الايفواري، اللي كانوا تقريبا شي بمنعدي، ما كانوش الفرص اللي غنقولوا بانه هذه كان يمكن لها تسجل. كانوا من غير القطفه ديال 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 حكيمي والضربه الراسيه ما تنظنش كانت عندنا شي حاجه كثيره. من حسن الحظ انه الدخول ديال الكعبي والتموضع ديالو الجيد استفد من داك الكونترول ولا داك المراقبه ديال الكره ديال المدافع الاوسط اللي ما حصرش الكره مزيان، استطاع باش يسجل هدف ديال التعادل. هدف ديال التعادل اللي يخلي على الاقل النفسيه ديال اللاعبين ما تاثرش، لانه تخسر وما قدمتيش عرض جيد يؤثر بشكل كبير. طبعا الجمهور كل واحد عنده كاسمية، كل واحد عنده الراي ديالو في المقابله، وكل واحد عنده التحليل ديالو. هذا تحليل غير، انا اللي غادي نتمنى هو انه نبقاو دائما في اطار المسانده ديال الفريق الوطني، لانه هو الفريق الوطني المغربي، لانه هو اللي غادي يمثلنا، هو اللي غادي يعني يحس بانه كاين هناك دعم كبير للفريق
الفريق الوطني، هذو هما اللاعبين ديالنا. نتمنوا على انه يعني وليد الركراكي يعطينا القراءه ديالو هو للمباراه، القراءه ديالنا حنا كصحفيين بعاد، ولكن القراءه ديالو هو اللي عن قرب واللي عارف الامور كيفاش جرات، ممكن انه تخلينا نرتاحوا ونعتبروا بان هذه المقابله هذه مقابله وديه انتهت بالتعادل، ونعتبروا النتيجه ديال 1-1 هي اهم ما كان في المقابله. شكرا لكم.